المباراة الأول بهذه الوضعية، بهذا التعادل بين الفريقين صفر مقابل صفر، وتعادل النتيجة، لكن الإثارة موجودة في هذا الشوط الأول وننتظرها أيضا بشكل أكبر في شوط المباراة الثاني من أحداث هذا اللقاء. ينتهي الشوط الأول بصفر صفر، لكن تبدأ مع نهاية معركة بين اللاعبين على أرضية الملعب. لا ربما ننتظر حتى إنذارات في نهاية هذا الشوط الأول، واحدة لسافيتش، واحدة لسواريز. الكلام كثير جدا في شوط المباراة الثاني اللي سيستمر على هذه الإثارة. سيداتي وسادتي، شوط أول ينتهي في الجوهرة المشعة بين الفريقين، صفر برشلونة صفر أتلتيكو مدريد. أما الآن عودة للزميل العزيز خليل فهد مع الكباتن الأعزاء في الاستديو التحليلي، كل زملائي الأعزاء أيضا خلف الكواليس، شكرا وإلى اللقاء.